مساء الخير. تقدم 1-0 على أرضه لكن رجع وسقط خارج أرضه بفارق نقطة واحدة بمباراة كانت يمكن من الأجمل بتاريخ البطولة اللبنانية. نادي المتحد ونادي الحكمة متعدين 1-1 بالسيريز اللي عم تجمعهم بدور النصف النهائي لفاينل فور بطولة لبنان لكرة السلة، لكن نادي المتحد عانى امبارح الصبح مع مغادرة الثنائي الأمريكي بصفوفه أريك شاتفورد ومارك سيلز، غادروا ورح نسأله بهالخصوص لرئيس نادي المتحد أستاذ أحمد الصفدي. يعني ما كفاكم مشاكل طرابلس، لكن مغادرة امبارح الأجنبيين كانت ضربة قاسية جدا على النادي الشمالي. بدون شك الظروف الأمنية الصعبة اللي عم تمر فيها مدينة طرابلس أثرت فعلا علينا كثير، ولكن حرمتنا بالماتش الثاني من اللعب على أرضنا، واليوم بالماتش الثالث كمان حرمتنا نفس الظروف الأمنية بأنه الأجانب فلوا من نادينا. ولكن أنا بريد أكد فعلا العزيمة والإرادة الكبيرة والتصميم يلي بيتمتعوا فيه هاللاعبين اللبنانيين يلي موجودين بفريق المتحد، أصرينا اليوم أنه نشارك بالماتش، ودليل المشاركة هي دليل كتير كبير أنه هالمدينة ما تغيب أبدا عن هالإصحاءات الرياضية. الدل حاضرة، قلنا كلياتنا سوا ممنوع اليأس ممنوع الاستسلام مهما عصفت فينا الأمور الصعبة، وفعلا نحن جينا تنأكد مرة جديدة وتنثبت أنه هالمدينة ما بتموت فعلا. ان شاء الله من خلال هالمتحد هالمدينه بتضل رافعه راس الجميع مثل ما دائما عم تعملوا اصلا، ورح تلعب اليوم بالتشكيله اللبنانيه. حقيقه نحن جيناكم اليوم صنع في لبنان ب100%، وان شاء الله يكون عنوان الماتش بريد اقوله امام الكوتش كمان فؤاد ابو شقره، يكون فعلا تحدي كبير بين الحماس والمعنويات العاليه امام الخبره والمهنيه الصرفه، وان شاء الله بنشوف مين بيربح بهالماتش. جود لك، تنعطي فعلا حافز لهالجمهور. بدنا نسال كمان المدرب ابو شقره عن هالخصوص، اليوم عم تلعب بمواجهه التشكيله اللبنانيه كامله من نادي المتحد. اول شيء بدي اقول اليوم كلنا طرابلس، وبدي اشكر نادي المتحد اللي عم بيعطي دائما احلى صوره عن احلى باسكتبول، والباسكتبول الاحترافي بامتياز. انا بزعل على القوانين اللي غير صالحه ابدا، حرام يكون في عندنا بطولة من هالنوع هيدا وما يكون في عندك قوانين لك حق تغير فيها. على القليلة ويندو بأجنبي واحد. هيدا القانون كان محطوط لمن كان في 3 أجانب، وبعده الاتحاد ما فكر يغيره. اليوم فريق مثل النادي المتحد عم بيعطي أحسن نيفو بكمستري كتير عالي. أنا بدي أقول أنه إدارة النادي، لاعبين اللبنانيين، الجهاز الفني، جمهور النادي ما عطونا من وقت ما أجوا على الدرجة الأولى إلا أحلى شيء، وأنا بتشكرهم دايما. يعني عن جد في حزة بقلبنا لأنه حلوة السيري كتير، بس اللي منقوله أنه هاي الإيمج اللي بدنا إياها. بتشكر نادي المتحد وبقول أنه كلنا طرابلس، وإن شاء الله بالقريب العاجل نشوف إن شاء الله أحسن أوضاع، لأنه نادي المتحد حيعطي أكتر وأكتر، وإن شاء الله على المباراة بتكون كمان قمنا. بدي أشكركم إن شاء الله الماتش الرابع بطرابلس، وبنستقبلكم بأحلى أيام. إذن مع هالبداية المميزة لأستاذ أحمد صفدي وفؤاد أبو شقرة بننطلق وبنشوف الستارترز اللي اختارهم المدربين. أبو شقرة وشولي، إذن التشكيلات الأساسية والنشيد الوطني اللبناني اللي رح يفتتح المباراة بين الناديين. جمهور كبير عم يتابع المباراة وتشكيلة الفريقين، بشير عموري، روني فهد، روي سماحة، حسن دندش وباسل بوجي من جهة النادي الشمالي، كوينسي دوبي، إلي رستم، جوليان خزوع، رودريغ عال، ودي شون سيمز من جهة نادي المتحد. والمباراة رح تنطلق والبوزيشن الأولي عم تكون لصالح نادي الحكمة يلي عم يحصل على أول بوزيشن بالمباراة. رودريغ عال صنع ألعاب نادي الحكمة، عم يدافع عليه حسن دندش يلي عامل مباراة كبيرة بالجيم 2 يلي جرت بعمشيت، استضافتها نادي عمشيت بسبب الظروف القاهرة اللي عم تمر فيها مدينة طرابلس. وإلي رستم بيضرب من بعيد من أول محاولة عم يسجل إلي رستم
أولى نقاطه بالمباراة وأولى نقاط الفريقين. روني فهد بمرر لباسل بوجي، سحب السلة الأجمل بالجيم 2 وبرد البوجي عن الأرك. اللاعب يلي عم يشارك رغم الحرارة العالية يلي واجهته بهاليومين الأخيرين، لكن أكيد ما في عنده غير أنه يلعب بغياب مارك ساليرز وأريك شاتفيلد. ديشان سيرف تحت السلة بيضرب وبيسجل ديشان، وبعيد التقدم لصالح فريقه من جديد بفرق نقطتين 5-3. بدي عادل حشوف السبين موف يلي بيعمله السريع تحت السلة، بسجل أول سلة لإلو سيمز. بس البوجي عم يدافع عليه إيريستوم، البوجي بيعمل الموف بمرر لروي سماحة، روي كمان تحت السلة بيعمل فانت اثنين ما بينجح بالمحاولة، بس البوجي بيلتقط الريباوند وبعيد الكرة لصالح فريق الحكمة جوليا خزوع بوقت إيريستوم عم يرتكب ترن أوفر. تورن اوفر على إيريستوم، والبوزيشن ترجع من جديد لصالح نادي المتحد مع حسن دنداش. بشير العموري دفاع من تمام المدرب فؤاد ابو شقره، بس البوجي بيستلم دائما معه إيريستوم، بحاول يلعب معه البيك اند رول هو وروي سماحه، وموف ممتاز من البوجي بالفعل، موف ولا اجمل لباس البوجي، بيستدرج فيه الخطا من فريق الحكمة وتحديدا من اللاعب إيريستوم. لين فري ثرو للبوجي، بضيع المحاولة الأولى، ثلاث نقاط وريباوند برصيده لهلا، هيدي نقطة الرابعة، بنزل فرق من جديد لنقطة واحدة. النتيجة 5-4. العقل بمر لسيمز يلي معه بشير العموري، جوليا خزوع، اي لاف ذيس جيم، جوليا خزوع هيدي السلة الاستعراضية الأولى لجوليا يلي استفاد من تمريرة حاسمة لديشان سيمز، هيدي تاني اسيست لديشان بالمباراة. حسن دنداش، دنداش بيخترق دنداش بمر لبرا عند العموري، بشير العموري بعد عدد 6 ثواني بهالهجمة ما بينجح بالمحاولة، الخزوع بيلتقط الريباوند الثاني لاله بالجيم، ورودريك عالي بيطلق الفاست بريك، إيريستوم بسدد بدوره على الارك، وهيدي الثانية لإيريستوم على الارك 3 بوينتس، ثاني ثلاثية لإيريستوم بالمباراة، 6 نقط بصير رصيده وبصير أفضل مسجل بالجيم. بس البوجي كمان بيتعرض للبلوك شوت من اللاعب جوليان خزوع، بداية ممتازة للخزوع بهالجيم، رودريك عائل ببرر كمان لإيريستوم، رودريك عائل لديشان سيلز الطابع عم تبرم، لاعب جامعة ميشيغان ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، الريباوند دفاعي لصالح فريق المتحد. حسن دنداش للعموري، روني فهد نجم المباراة الثانية بامتياز، عمل بالفعل مباراة كبيرة جدا روني فهد بالجيم 2، المباراة يلي جرت بعمشيت بقاعة فخامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. روني فهد بمرر مقطوعة من دفاع الحكمة، رودريك عائل بحاول يلعب الفاست بريك لكن بفضل يلعب على السيت اوفنس، ببطئ اللعبة مش لفترة طويلة، تمريرة مقطوعة من روي سماحة، حسن دندش بحاول يرد بفاست بريك مع باسل باوجي يلي بيحصل على الخطأ، خطأ لصالح باسل. اللاعب الوحيد يلي مسجل نقاط نادي المتحد لهلا، رح يكون عنده كمان 2 فري ثرو، 4 نقاط برصيده لهلا بالجيم، هيدي نقطته الخامسة. خمس نقاط ريباوند وستيل، بسجل كمان 6 نقاط للبوجي، بيعمل فرق 4 نقاط من جديد. جوليان خزوع لإيريستوم، ديشان سيمز، ديشان بيلعب تحت السلة كمان عم بسجل بنفس الطريقة على اللوفوس، عم يقدر يستعمل سرعته ديشان، لحظه بالاعاده، هي طريقه برم على بشير العموري وسجل نقطه الرابعه بالجيم،
وأعاد الفارق للنقاط الستة. بشير لحسن دندش. يعني ما بدنا ننسى انه فريق المتحد بالجيم 2. خلينا نتابع هون الهجمه السريعه بين رودريك عال وكوينسي دوبي. دوبي بيسدد على الارك وبيسجل اولى نقاطه بالمباراه. يعني ما بدنا ننسى بالجيم 2 انه فريق المتحد لعب من دون اريك شاتفيلد. شاتفيلد شارك لثواني قليله بانطلاق المباراه، لعب من دون اريك شاتفيلد واستطاع يفوز على فريق الحكمه. عمل بالفعل مباراه كبيره، وتمريره روني فهد لروي ما بتلاقي طريقة بنجاح بوقت فريق الحكمة عم يحاول يلعب الفاست بريك بشكل سريع، ورودريك عقل عم بيسجل أولى نقاطه بالمباراة. 3 3 بوينتس لهلا لصالح نادي الحكمة، يعني عم يتقدم بفرق 12 18 6. مقطوعة كمان من دفاع الحكمة، تمريرة طويلة بتوصل لاليرستوف يلي بيسجل بسهولة النقطة الثامنة، مستفيدا من تمريرة حاسمة لكوينسي دوبي. والمدرب الفرنسي جون دي شوليه عم يطلب أول تايم أوت بالمباراة بعد ما استطاع نادي الحكمة بالفعل يتقدم بشكل سريع جدا. وعم نشوف بأرض الملعب كمان أجواء رائعة. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي وبسؤال لمين رح يفوز بلقاء اليوم، 68% الجمهور اللبناني اعطى افضليه لفريق الحكمه، 32% لنادي المتحد. اجواء رائعه على المدرجات وبأرض الملعب. وإذا حابين تعرفوا مين هول الدانسرز اللي بتشوفوهم بسبلاش يلي عم يتابعوا المباراة بيعشقوا كرة السلة كمان، موجودين اليوم بغزير ليتابعوا المباراة بين الحكمة والمتحد. بالإعادة عم نشوف تمريرة كوينسي دوبي لأهلي ريستوم يلي كان عم يسجل نقطته الثامنة. الفريقين على أرض الملعب من جديد، بذكر انه هالسري متعادل 1-1 بين الفريقين. وامبارح كانت كمان تعادلت السيريز بين نادي الشانفيل والرياضي 1-1. المباراة الثالثة رح تكون يوم الخميس الساعة 5 بالمنارة. روني فهد بسدد على الارك وعم ينجح بالمحاولة الثلاثية، ريباوند لصالح ايدي ريستوم. رودريك عقل اقل من 5 دقائق لنهاية الكوارتر الأول. إلي ريستوم كمان 6 ثواني متبقي لهجمة فريق الحكمة. كوينسي دوبي بيسدد محل كتير بعيد، بتبقى لصالح. اي لاف ذيس جيم، ما معقول دي شانسين بأي طريقة سجل لحظة بالإعادة. شو عمل ديشان والشغل كله عمله اللاعب إلي ريستوم يلي اعاد البوزيشن لصالح فريقه، يعني كان بعد عندهم اعشار من الثانيه، طار عن البيس لاين ورد لصالح ديشان سيمز يلي سجل بهالطريقه السوبر استعراضيه. ريباوند كمان دفاعي لصالح سيمز، فريق الحكمه عم يسيطر بشكل كامل. كوينسي دوبي ما بينجح بالمحاوله، بتبقى لصالح نادي الحكمه مع اللاعب جوليا خازوع يلي ما بينجح بتسديد طاقه ثلاثيه. ريباوند لصالح روي، تقدم 16 نقطة 16 نقطة التقدم لصالح فريق الحكمة. سايد بول مع روني فهد بمرر للدندش. باسل باوجي، باسل بينقلها للجهة الثانية. تسديده ثلاثيه لباسل بوجي، 9 نقاط لباسل بوجي، الوحيد اللي مسجل نقاط فريق المتحد لهلا بالجيم.
تسع نقاط لباسل، تسع نقاط لنادي المتحد. اليرستوم بسدد على الارك وبرد سريعا على البوجي، 11 نقطة لصالح اليرستوم، ثالث ثلاثية ناشئة له. دائما بدنا نذكر انه فريق المتحد عم يلعب بتشكيلة لبنانية كاملة بغياب اللاعبين الأجانب، الثنائي الأمريكي اللي غادر لبنان امبارح وهو ورئيس نادي المتحد أصر يكمل مشواره بالفاينل فور رغم غياب الثنائي الأمريكي يلي أكيد بأثر جدا على أي فريق. كمان ريباوند دفاع لصالح باسل بوجي، أداء بالفعل كبير جدا للبوجي. روني فهد بمرر لباسل يلي كمان بدوره بسدد على الأرك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. ريباوند لمين؟ لصالح فريق الحكمة مع كوينسي دوبي، بطلع الفاست بريك. رودريك عائل بفضل يأخر الهجمة ويلعب على السيت اوفنس. إلي رستوم لديشان سيم، سيمز بحاول يوصلها للخزوع، مقطوعة من دفاع فريق المتحد. حسن دندش بيطلق الفاست بريك بشكل سريع، سريع جدا. الدندش بيسجل أولى نقاطه بالمباراة وهيدي أول سنة لغير البوجي بفريق المتحد عم يسجلها حسن دندش. تسديدة ثلاثية لكوينسي دوبي ما بينجح بالمحاولة، العموري على الريباوند. فريق المتحد بده يحاول يسجل نقاط ليقلص الفارق وتحضير لتبديلين بصفوف النادي الشمالي. العكاري مروان زيادة على ما يقعد التبديل. روني فهد بمرر لبشير العموري، العموري لروي سماحة، روي تحت السلة ما بينجح بالمحاولة، العموري بيلتقط الريباوند الهجومي كمان بدوره ما بيتمكن من التسجيل، وكوينسي دوبي بيعمل كنترول على الريباوند. دوبي بمرر لالي رستوم، افضل مسجل بالجيم لهلا رستوم، 3 3 بوينتس وهيدي الرابعة، هيدي الرابعة لالي رستوم ونقطة ال 14 وتمريرة حاسمة جديدة لرودريك عائل يلي صار عنده أربع تمريرات حاسمة. الحكمة عم يزيد تقدمه ل 17 نقطة. نص الدقيقة تقريبا متبقي لنهاية الكورتر الأول. حسن دندش لعموري، بلوك شوت من جوليا خزوع، والروي سماحة بتابع بنجاح أول سلة لروي بالجيم. الثواني الأخيرة لنهاية الكورتر الأول. دفاع منطقة من فريق المتحد، هذا الشيء خلى فريق الحكم يرتاح كثير بالاوتسايد جيم، وهيدي تسديده ثلاثيه جديده وناجحه كمان لصالح ديشان سيمز، اول سله ثلاثيه له بالجيم. ولاحظوا سرعه حسن دندش مع نهايه الكوارتر الاول، حاول الدندش يسجل نقاط، المحاوله ما بتنجح والكوارتر الاول عم ينتهي بتقدم نادي الحكم بفارق 18 نقطه 31 13. منيح ما في بيسين بملعب غزير، كانوا استعرضوا ما هيك روي. الفريقين من جديد على ارض الملعب مع التعليمات الاخيره اللي اعطيها المدربين، ان كان شوري او المدرب ابو شهر. شكرا المدرب شوري معصب كثير، عم يعطي تعليمات قاسيه للاعبيه، منه راضي عن اداء لاعبيه، بس اكيد بدنا نرجع نذكر ودائما نقول انه فريق المتحد عم يلعب المباراه من دون الثنائي الامريكي اريك شاتفيلد ومارك سيليرز، وانطلاق الكوارتر الثاني. محمد العكيري اللي دخل على ارض الملعب، العريس زياده كمان دخل على ارض الملعب، روني فهد بيخترب بوصلها للعموري اللي بيسدد على الارك،
المحاولة الثلاثية ما بتنجح ودوبي على الريباوند. الريباوند دفاعي كان لصالح كوينسي دوبي. دي شون سيمز كمان بيسدد على الارك، هالمرة ما بينجح بالمحاولة الثلاثية والعموري على الريباوند. محمد العكيري بمرر للبوجي، محاولة ما بتنجح وريباوند لصالح إلي ريستوم، الريباوند الرابع للريستوم بالجيم. كوينسي دوبي، كوينسي بيخترق بمرر لمحمد إبراهيم يلي استعان فيها المدرب أبو شارة من بانطلاق الكوارتر الثاني. ريباوند لصالح عباس البوجي، أنشط لاعبي نادي المتحد بهالجيم لهلا. بس البوجي، روني فهد، بشير عموري، خطأ لصالح فريق المتحد. لا يحصد أكيد فريق المتحد على الشيء، يعني ما بدنا ننسى كمان أنه غياب الثنائي الأمريكي ما بأثر بس من الناحية الفنية على النادي الشمالي، لبل على الناحية المعنوية أكثر. يعني اللاعبين اللبنانيين يلي صار لهم فترة طويلة عم يتمرنوا بطريقة معينة مع ثنائي أجنبي بوينت جارد ولاعب كمان ممتاز بالتسجيل، بلحظة بلاقوا حالهم من دون هالثنائي يلي بيتكلوا عليهم كتير. هذا الشيء أكيد بيخلق ضغط كبير على أي فريق، وفريق المتحد عم بيعاني بهالمجال بشكل كتير واضح. اوت اوف باوند مع روني فهد، 5 سكندز، تورن اوفر على نادي المتحد. الفارق 18 نقطة. واحدة وثلاثين 13. وينسي دوبي بمر لشار تابت يلي دخل على ارض ملعب من وقت قليل. سامر مشرف عم يتحضر للدخول لارض ملعب، باتريك معبود كمان على ارض الملعب. المدربين عم يلعبوا بروتيشن كبير من التبديلات. 5 ثواني متبقي لهجمة فريق الحكمة. باتريك معبود يخترق بيسدد من المسافة المتوسطة وبيسجل اولى نقاطه. اولى نقاطه لباتريك معبود بالجيم، ونتيجة 33-13. روني فهد، بوزيشن بتروح لصالح نادي الحكمة. الفارق 20 نقطة والبوزيشن هون لصالح النادي الأخضر. رودريك عائل عم يدافع للعكيري. وينسي دوبي، وينسي دوبي بيخترق بيستعمل سرعته بيحصل على الفاول. سريع جدا هاللاعب. خطأ واثنين فريسرو لدوبي برصيده 3 نقاط لهلا بالمباراة. المحاولة الأولى بسجلها كوينسي، نقطة الرابعة. 3 ريباوند اسيست وبلوك شوت. بسجل كمان نقطة الخامسة. روني فهد، سامر مشرف يلي دخل من ثواني قليلة على أرض الملعب. المشرف بمرر لبشير العموري، خطأ لصالح بشير. الخطأ عم يرتكبه دوبي. وينسي عم يكون الأجنبي الوحيد بهالوقت على أرض الملعب. مروان زيادة للفهد، 9 ثواني متبقي لهجمة نادي المتحد. العكيري بيخترق السلة، متابعة من العموري ما بتنجح. بشير العموري بيرجع بيعمل كنترول على الريباوند الهجومي. بشير بيخترق لوحده على السلة ما بينجح بالمحاولة. صراع تحت السلة على الريباوند،
بيحسم الامور باتريك بوعبود. رودريك عائل شارل ثابت يبرم على السله. شارل بشير عموري ريباوند دفاعي جديد. فريق المتحد بده يحاول يسجل نقاط ليقلص الفارق. سامر مشرف من جديد بعيده لروني فهد. كمان فريق المتحد ما عنده وقت كثير بهالهجمه، ست ثواني. روني فهد بمرر لسامر مشرف، ذكيه التمريره كانت، لكن سامر ما بيتمكن من التسجيل بوقت شال ثابت بيرد كمان بريبون دفاعي لصالح فريقه، وفي ووكينج على محمد ابراهيم. بهالكوارتر اربع نقاط بس مسجل الفريقين، وقته لصالح نادي الحكمه. يعني بثلاث دقائق و42 ثانية بس في أربع نقاط بالمباراة. تايم أوت. انتهى الفريقين من جديد على ارض الملعب. حلوه هيدي فكره التمريره يلي عملها روني فهد بالفعل. ضغط دفاع من رودريك عال على روني فهد. الفريقين عم يلعبوا صاروا بتشكيلتين لبنانيه. وينسي دوبي كمان بيسحبه المدرب فؤاد ابو شقره من ارض الملعب. بعد ما لعب بالكوارتر الاول بالثنائي الاجنبي دوبي وديشان سيمز، سحب سيمز بانطلاقه الكوارتر الثاني، وبهالوقت عم يسحب كمان كوينسي دوبي. روني فهد بضيع الفري ثرو الاولي. اسست واحد للفهد وهيدي اولى نقاطه بالجيم واول نقطه لفريق المتحد بهالكوارتر. لنشوف هلا كيف راح يكون التحدي بين الفريقين بتشكيلات لبنانيه. محمد ابراهيم بمرر لباتريك وعبود، ذكيه التمريره وفينش ممتاز من باتريك وعبود بالفعل بطريقه رائعه جدا. بسجل باتريك وعبود من تحت السله أربع نقاط بصير رصيده. سامر مشرف مقطوعة من شارل ثابت. روديك عقل بمر لأني رستوم بشكل سريع. رستوم بيعمل فات بسدد على السلة بسجل نقطة 16 نقطة لأفضل مسجل بالمباراة لهالوقت إلي رستوم، بينما تاني أفضل مسجل بالمباراة لهلا هو باسل بوجي بتسع نقاط، وديشان سيمز كمان بتسع نقاط. باسل ريحوا المدرب مثل ما ذكرت لكم انه باسل عنده حراره اليوم وكمان امبارح كان، مشان هيك ما راح يقدر يشارك كثير بالجيم، منه مرتاح كثير صحيا. باتريك معبود كمان بيخترق، بتبقى الفرصه لصالح نادي الحكمه. خمس دقائق متبقي تقريبا لنهايه الربع الثاني. اوت اوف باوند. محمد ابراهيم بمرر لباتريك يلي بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاوله. روني فهد على الريباوند. الفهد لمروان زياده، تسديده ثلاثيه لمروان ما بتنجح. ريباوند لصالح العكير بيخطف الريباوند الهجومي وبسجل اولى نقاطه بالجيم وبقلص الفارق ل 23. تكنيكال فاول على باتريك بوعبود.
روني فهد بسجل الفري ثرو الاولي بعد التكنيكال فاول اللي احتسب على باتريك بعبود. نقطه الثانيه لروني فهد بسجل كمان 2 من 2 لروني فهد على الفري ثرو لاين. بصير رصيده 3. البوزيشن بتبقى لصالح نادي المتحد. روني فهد الفهد بيستلم من جديد. روني بيخترق تمريرة خاطئة من فريق المتحد والبوزيشن بترجع لصالح نادي الحكمة وتبديلين بصفوف نادي المتحد طرابلس. دخول حسن دندش وباسل بوجي بدلا من مروان زيادة وروني فهد. واضح جدا انه معنويات لاعبي المتحد من المعنويات اللي تعودنا عليها للنادي الشمالي. واضح جدا هالشيء. يعني امبارح مغادره اللاعبين الاجانب وهون سله لمحمد ابراهيم الاولي له بالجيم. مغادره اللاعبين الاجانب بالنادي الشمالي ما فاجات، يعني فاجات كل متتبعي كره السله اللبنانيه. كيف على اللاعبين يلي ناطرين انه يكونوا اللاعبين معهم وفجاه شفوهم صاروا بالولايات المتحدة. فريق الحكمة اليوم اللي عم يمتاز بالتسديد البعيد. ريباوند دفاعي كمان لصالح محمد ابراهيم. 8 3 بوينتس لنادي الحكمة وسلة جديدة لصالح إلير ستوم يلي صار رصيده 18 نقطة. روي سماحة بيعمل موف بسجل. حلو كتير الموف يلي بيعمله روي. 4 نقاط لروي سماحة بالجيم. محمد ابراهيم بيطلب السكرين بحاول يلعب البيك اند رول هو وباتريك بعبود. مقطوعة من سامر مشرف. حسن دندش بيعمل كنترول وبينطلق. باسل بوجي كمان مقطوعة من فريق الحكمة وخطأ لصالح محمد ابراهيم. محمد ابراهيم ورودريك عائل مع بعض على ارض الملعب. بوقت جمهور الحكمة كله اذا فينا نشوف اللارج شوف كيف عم يحضروا للقطة. جمهور الحكمة بعد هون تسديد باتريك بو عبود. الثلاثية اللي ما بتنجح. كمان تورن اوفر على فريق المتحد. وفيليب ثابت على ارض الملعب بدلا من شارل. رودريغ بمر لفيليب. محمد ابراهيم يخترق بيعطي باتريك معبود تحت السله. المحاوله ما بتنجح. البوجي على الريباوند. 5 ريباوندز لهلا لباس البوجي. محمد العكيري بسدد على الارك وبسجل العكيري نقطته الخامسه. ما عنده شيء يخسره محمد العكيري. يعني فريق المتحد بتصور هيدي وحده من الطرق يلي فيه يلعب فيها ما يكون عليه ضغط ابدا لانه ما عنده شيء بقى يخسره بهالسري. والطريقه اللي لعب فيها العكيري بتفرج انه هيدي الطريقه وحده من الطرق الانسب يلي فيه يلعب فيها. مقطوعه كمان من سامر مشرف يعني بيروح على السله. المشرف بسجل. سامر اول سله لاله بالجيم وخمس نقاط متتاليه لنادي المتحد. الفرق عم ينزل لاقل من 20 ل 19 نقطة قبل الدقيقة من نهاية الكوارتر الثاني. اليرستوم بيخترق بيعطي محمد ابراهيم يلي بدوره بيخسر الكرة امام باسل بوجي. فرصة جديدة للدندش بمرر للعكيري. العكيري بيسدد على الارك. هالمرة ما بيرجع العكيري وفي خطأ لصالح باسل بوجي. الخطأ من باسل بوجي عفوا. بالإعادة رح نشوف شو صار. ها
هيدي غير واحدة، هيدي سلة سامر مشرف الأخيرة. 40 سنة تقريبا متبقى لنهاية الكوارتر الثاني. إلي رستم ممر لمحمد إبراهيم، باتريك بعبود بينقلها لجهة إلي رستم، رستم بدوره بيخترق مقطوعة من الدفاع المتحد. سامر مشرف بيعمل كنترول بوصلها للدندش يلي بيطلع بالوقت وبده يحاول يلعب، بتصور للثانية الأخيرة. سامر مشرف بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة، رستم كمان على الريباوند. رودريك عائل بمرر لمحمد إبراهيم يلي بيسجل مع نهاية الكوارتر الثاني عن ارك 3 بوينتس، هيدي الثانية الناجحة لأحمد إبراهيم عن الارك، وفريق الحكمة بخلص الكوارتر الثاني متقدم بفارق 22 نقطة. النتيجة 47-25، أقل من 10 دقائق بريك وبنرجع بنتابع. كثير للقاء الحكمة والمتحد، وبسرعة بنشوف المقارنة الإحصائية بين الناديين. أهلا فيكم بالإكس إكس إل ستريت بول كومبيتيشن مع فادي الخطيب، واللي بحط سلة وحدة بوش فادي بيربح المسابقة. أول لاعب بيحاول يقطع وبلوك شوت رائع، فادي مع الطابة بيقطع والدنك بيولع الجمهور. ثاني لاعب عم بيحاول وستيل ولا أسكى بيبرم فيد واي شوت رائعة، الجمهور مش عم بيصدق. ستريت بول بلوك شوت مخيف، شو هالخطيب؟ ما بعرف مشاهدينا، بس لهيقة في لاعب جديد وكتير قابض الأمور بجدية. منذكر بيكفي انه تحطوا سلة واحدة بوجه الخطيب تتربح المسابقة. الجمهور كله ناطر، يه شو عم بيصير؟ بيبرم بروح على تاني سلة وفعلا بحط سلة بس على تاني ميلة من الملعب. مبروك اكس اكس ال انرجي، لعبة ذكية. اذا المقارنة الاحصائية بين الفريقين بتفرجيها نسبة تسجيل من كل مسافات فارقة جدا لصالح نادي الحكمة 56%، مواهب 24%، 3 بوينتس اليوم مخيف عن فريق الحكمة 9-19، الريباوندز تقريبا متقاربة بين الناديين، 14 تمريرة حاسمة لهلا للنادي الاخضر، 5 بلوك شوتس كمان فارقين لصالح نادي الحكمة على حساب نادي المتحد، وانطلاقة الكوارتر الثالث بهالوقت. برجع بذكر لكل يلي فتحوا بهلا التي في مثلا وعم يتابعوا المباراة انه فريق المتحد عم يلعب من دون الثنائي الامريكي اريك شاتفيلد واللاعب مارك سيلرز اللي غادروا امبارح الاراضي اللبنانيه، متواجدين الولايات المتحده بسبب الظروف الامنيه اللي مر فيها لبنان بالفتره الاخيره، وهيك النادي المتحد اضطر يكمل بتشكيله لبنانيه، وهالشيء تاثر كثير في الفريق الشمالي مش بس من الناحيه الفنيه بل من الناحيه المعنويه، وواضح جدا على اللاعبين اللبنانيين بهالمباراه. 47-25 اذا تقدم 22 نقطه لصالح نادي الحكمه مع نهايه الشوط الاول. روي سماحه على اللو بوست بيلعب على السله ما بينجح بالمحاوله، الريباوند لصالح ايدي رستم يلي عامل لهلا مباراه كبيره وعم بيكون افضل مسجل ب 18 نقطه. فريق الحكمه يلي رجع بدا الكوارتر الثالث بتشكيله كامله، اعاد المدرب ابو شقره الثنائي الامريكي كوينسي دوبي وديشان سيرز بعد ما ريحهم لفتره طويله بالكوارتر الثاني. تسديده كمان ما بتنجح، ادي رستم على الريباوند. كوينسي دوبي بيخترق بيعطي فيليب ثابت، اي لاف ذيس جيم، منه هين الثابت كثير اكسبلوزيف تحت السله كان وبسجل اولى نقاطه بالجيم. بالاعاده عم تشوف كيف سجل فيليب واستفاد من تمريره حاسمه لدوبي. روني فهد لروي سماحه كمان على اللو بوست، روي ووكينج على روي، تورن اوفر اذا على فريق اوفر على فريق المتحد. وينسي دوبي معه حسن دندش، دوبي بمرر لديشان، دوبي بفضي كمان لمحمد ابراهيم يلي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه البوجي، ريباوند دفاع جديد له بالجيم. بدنا نقول سلامته للاعب جان عبد النور يلي امبارح تعرض لاصابه قويه بلقاء فريق الشامبيون وفريق الرياضي وفقد ذاكرته لفتره لأكثر من ساعة أو ساعتين، فقد الذاكرة
لكن نشكر الله تعافى جو عبد النور ورح يشارك فريقه يوم الخميس المقبل بمباراة منتظرة كتير بين الشامبيل والرياضي بقاعة صعب سليم بالمدارة بعد ما تعادل السيريز 1-1. يعني السيري الثانية غريب شوي، كل واحد فاز خارج أرضه، الشامبيل فاز بالرياضي والرياضي فاز بالشامبيل. لافتة جدا هالسيري ومتوقع تكون قوية جدا بتكملة مشواره، والمباراة الثالثة رح تكون منتظرة بعد ما تقريبا الفريقين رح يرجعوا ينطلقوا من نقطة الصفر، لكن بدل ما يفكروا هلأ بثلاث مباريات من أصل خمسة صاروا بيفكروا بالمباريات الثلاثة المتبقية. محمد إبراهيم بسجل المحاولة الأولى ونقطة السابعة بالجيم، بسجل كمان نقطة الثامنة، بشير العموري بمرر مقطوعة وخطأ من روي سماحة لصالح محمد إبراهيم. بالإعادة عم نشوف الفاول يلي حصل عليه روي سماحة، حصل عليه محمد إبراهيم من روي سماحة. محمد إبراهيم بضيع المحاولة الأولى، 8 نقاط 3 ريباوند 2 اسيست. بعد عنده رمية حرة الثانية بسجلها محمد إبراهيم نقطة التاسعة. رودريك عائل عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. العائل بدلا من كوينسي دوبي على أرض الملعب، وباتريك معبود بدلا من ديشان سيمز. وارجع المدرب ابو شاره التشكيله اللبنانيه، بين المدرب سليم مجبر بتشكيلته اللبنانيه اليوم من انطلاقه الجيم. باتريك بوعبود بمر للعائل، الي رستوم بيخترق السله بيرجع بالمحاوله، الريباوند لصالح روني فهد يلي بيطلق فاست بريك سريعه. روني فهد بمر لباسل بوجي، باسل تحت السلة حلوة كتير من البوجي، 11 نقطة، أول لاعب بفريق المتحد عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط، تاني أفضل مسجل بالجيم بعد إلي رستوم، 18 لرستوم 11 لباسل. رودريك عائل بمرر لمحمد إبراهيم، فيليب ووكينج على التابت، بالعادة عم نشوف كنا سلة باسل. حسن دندش، دندش من جديد، باسل بوجي بيخترق السلة وبيحصل على الخطأ باسل. بالفعل لاعب يعني ممتاز جدا، اختراقاته على السلة الطريقة اللي بيأمن فيها أقل الخطأ. لاحظوا بالإعادة القوة اللي بيلعب فيها على السلة باسل. المحاولة الأولى بضيعها باسل. بسجل الثاني 12 نقطة للبوجي. إلي رستون ببرر للعائل، إذا فينا نشوف أفضل الممررين بالمباراة. كمان تسديدة ثلاثية جديدة لباتريك وعبود، 7 نقاط لباتريك يلي كمان كان عم يستفيد من تمريرة حاسم إلى رودريك. الفارق عم يزيد ل 27 نقطة. بشير العموري بيبرم على السلة وبسجل العموري أول نقاطه بالمباراة، أول سلة للعموري، هيدي النقطة 30 لفريق المتحد. محمد إبراهيم، باتريك هالمرة بيعمل فاتو بيخترق السلة حلوة كتير يا باتريك،
تسع نقاط لباتريك معبود. بيرجع بزيد تقدم فريقه حسن دندش. حسن دندش حلوة كثير يا دندش، أربع نقاط كمان بصير رصيده لحسن دندش. حمد إبراهيم إلي رستم، أقل من خمس دقايق لنهاية الكوارتر الثالث. إلي رستم بسدد على الأرك، ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. ريبون لصالح روي سميحة، روني فهد ممكن يسدد هذا الشيء اللي بيعمله الفهد وبيسجل على الارض نقطه السادسه، اول ثلاثيه للفهد بالمباراه. بالعاده عم نشوف سله حسن دندش الاخيره، الفارق عم يتقلص ل 22 نقطه بهالوقت. كوينسي دوبي على ما يعد التبديل، محمد ابراهيم بينقلها لالي رستم، الي رستم تسديده ثلاثيه ما بينجح فيها. باسل باوشي على الريباوند الدفاعي، باسل بس الباوجي بيعمل الموف وبيحصل على فاول. خطأ من فيليب ثابت. وينسي دوبي على أرض الملعب من جديد، وهالمرة بدلا من إلي رستم عم يلعب المدرب فؤاد أبو شارة بدوبي محمد إبراهيم ورودريج عائل مع بعض على أرض الملعب. ثلاث لاعبين بيقدروا يشغلوا البوزيشن 1 إذا بدك، يعني في يستعمل واحد منهم على ارض الملعب كصانع العاب. هيدي المره الاولى بنشوفهم مع بعض على ارض الملعب. باوجي ما بينجح بالمحاوله الثانيه، بشير عموري بيعطي فرصه جديده لفريقه. باسل لروي سماحه، روي كمان بيلعب على السله ما بينجح بالمحاوله. الريباوند لمين؟ لصالح رودريك عائل. وينسي دوبي من المسافة المتوسطة مع الباكبورد ما بيتمكن من التسجيل. باسل باوجي بيكمل تميزه بالجيم، مقطوعة من فريق الحكمة وخطأ لصالح رودريج عائل من روني فهد. ديشون سيمز كمان على أرض الملعب. حمد إبراهيم لسيمز على اللو بوست، ديشان تبقى لصالح فريق الحكمة مع شان تابت وبيده الشمال بسجل التابت اول سلالة له بالجيم. دندش توصلها للعموري، روي سميحة تبقى الفرصة لصالح نادي المتحد. بشير العموري تسديدة ثلاثية بسجلها العموري، نقطة الخامسة. هيدي الثري بوينتس رقم خمسة لفريق المتحد بالجيم، والفارق نزل ل 20 نقطة 59-39. المتحد عم يلعب بطريقة أريح بالكوارتر الثالث، ورودريج عائل ما بخليه يتهنى فيها للعموري. ثاني ثلاثية ناجحة لرودريج عائل بتمريرة حاسمة من كوينسي دوبي. عم تشوف كده التمريرات الحاسمة لنادي الحكمة في تفوق بهالمجال لصالح النادي الأخضر. روي سماحة كمان بيعمل الموف وبسجل مع الخطأ بجروي، ست نقاط لروي سماحة. ورح يكون عنده رمية حرة إضافية روي. المدرب الفرنسي جون دوني شولي اللي ركب فريق قوي جدا بهالموسم، لكن بالوقت الحساس خسر قسم اساسي جدا جدا بفريقه. سبع نقاط صار رصيده لروي سماحه، الفارق بيرجع بيتقلص ل 20 نقطه قبل دقيقتين من نهايه الكوارتر الثالث. شارل تابت بمر لكوينسي دوبي، ديشان سينز تحت السلة، ديشان بيتعرض للبلوك شوت من باسل باوجي وريباوند دفاعي لحسن دندش.
بشير العموري ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ لصالح شار. فاست بريك، محمد ابراهيم بينقلها لرودريك عال، منه لكوينسي دوبي اللي بيخترق من البيس لاين، وخطأ لصالح كوينسي، سريع جدا كان على السلة كوينسي دوبي. لحظة بالإعادة، الخطأ اللي حصل عليه كوينسي دوبي راح يكون عنده 2 فري ثرو، 5 نقاط برصيده اليوم بهالمباراة. أو الحكم ما في 5 أخطاء لفريق المتحد، ما كان بوضع تسديد أصلا كوينسي دوبي. تسديد تيشان سيمز الثلاثي كمان ما بتنجح، شال ثابت بيعمل ريباوند هجومي وبيخلي الفرصة من جديد لصالح فريقه دوبي. كوينسي بمر لمحمد ابراهيم، تسديد ثلاثي ناجح لمحمد، 12 نقطة لمحمد ابراهيم، ثالث ثلاثي ناجح له بالجيم. المدرب جون دوني شولي عم يعترض، اوت اوف باوند مع حسن دندش، باسل بوجي تحت السلة، ممتاز يا باسل، ممتاز باسل بوجي، 15 نقطة للبوجي، عم يقترب ليصير أفضل مسجل بالمباراة. محمد إبراهيم I love this game، شان ثابت بطير وبتابع بريمة وتجوبة وبسجل نقطة الرابعة. لعل الاكس اكس ال لبنيز بس سكورر، فيها تنافس بين محمد إبراهيم اللاعب إلي رستم وباسل بوجي، 18 لإلي رستم، 15 لباسل بوجي و12 لمحمد إبراهيم. بشير عموري بمر للدندش، دندش بيخترق بيتعرض للبلوك شوت تبقى لصالح كمان حسن دندش، وكلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن على فريق المتحد قبل 23 ثانية من نهاية الكوارتر الثالث. بالعادة عم نشوف البلوك يلي قدر يعمله شان ثابت على حسن. كوينسي دوبي، كوينسي دوبي لازم بالإعادة، ما في إعادة هون. كوينسي دوبي ببرر لمحمد إبراهيم اللي بتسدد على الأرك ما بينجح بالمحاولة، رودريك عال بعيدة من جديد لصالح فريقه، وتسديدة محمد إبراهيم الثنائية كمان ما بتنجح، والكوارتر الثالث عم ينتهي بنتيجة 67-43 بفارق 24 نقطة، كوارتر واحد بيفصلنا عن نهاية المباراة الثالثة بين الناديين. أفضل ممرر بالمباراة هو رودريك عال بستة أسيست، 4 كوينسي دوبي، دندش 4 أسيست، محمد إبراهيم 3 ودي شانسيمز 2. إذا هول هن أفضل الممررين بالمباراة. كوارتر واحد بتصلنا عن نهاية المباراة، تشكيلة المدرب أبو شعرة اللي عم ترجع على أرض الملعب موجود فيها الثنائي الأمريكي دوبي وديشون سيمز. جميعة سبلاش، ثري بوينت 12 من 30 لفريق الحكمة، 4 هيدي هي الإعادة تبع كوينسي دوبي. انطلاق الكوارتر الأخير، رويس ميحا
وصل الفهد، الفهد الممكن يسدد، بسدد عن الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، رودريغ عال على الريباوند الدفاعي والبوزيشن بتبقى لصالح فريقه. العقل بمر لباتريك دوبي، كوينسي دوبي، كوينسي بسدد ما بينجح بالمحاولة، مروان زيادة على الريباوند مقطوعة من جديد كمان لصالح فريق الحكمة وتحديدا مع رودريغ عائل. سيمز لباتريك معبود بياخذ الاوبن شوت وبيسجل باتريك نقطه ال 12. كمان لاعب جديد عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط وراح يدخل بالمنافسه على الاكس اكس ال ليبانيز بيست سكورر. بس الباوجي كمان بيتعرض لبلوك شوت. بعد وقت قليل رح يبدا التصويت على ريبوك مان اوف ذا جيم، رح يكون في اربع لاعبين من كل فريق. عم نشوف عدد البلوك شوتس يلي محققه نادي الحكمه، وهذا ادريس الويب سايت يلي عليه رح تصوتوا بعد ثواني قليله للاعب الافضل بنظركم بالمباراه ريبوك مان اوف ذا جيم. التصويت بدا مشاهدينا، بدا التصويت اذا لريبوك مان اوف ذا جيم من جهه فريق الحكمه، محمد ابراهيم، الي رستم، رودريغ عائل وباتريك معبود. من جهه المتحد روني فهد، محمد العكيري، روي سماحه وباسل بوجي. هول هن اللاعبين الثمانيه، ثمان لاعبين لبنانيين راح يتنافس اليوم على ريبوك فير اوف ذا جيم، اربعه من كل فريق. روني فهد بيخترق السله، الفهد ما بينجح بالمحاوله، رودريغ عائل على الريبوك كمان. دوبي بمرر لديشون سيمز يلي بيسجل بسهوله نقطه ال 11. كمان دبل فيجرز جديده بالنقاط والاولى اجنبيا بهالجيم، بما انه في اجنبيين اليوم. محمد عكيري تسديد ثلاثيه، العكيري ما بينجح بالمحاوله، العقل كمان ريباوند جديد وفاست بريك مع فريق الحكمه. كوينسي دوبي بيختار التسديد الثلاثيه بيسجل نقطه الثامنة والثاني ثلاثية لإله بالجيم. بس البوجي باسل يعمل درايف على السلة بإيده الشمال ما بينجح بالمحاولة، شان ثابت، ريباوند دفاعي بعد ما حاول كمان مروان زيادة بتب يسجل. رودريغ عائل تسديدة ثلاثية للعائل كمان عم بسجل، ثالث 3 بوينتس اليوم لرودريغ عائل، 15 ثلاثية لفريق الحكمة بهالمباراة، 45 نقطة من أصل 78 مسجلهم عن الأرك. روي سماحة خطأ لصالح روي، تبديلين بصفوف فريق الحكمه، دخول محمد ابراهيم وفيليب تابت بدلا من الثنائي الامريكي دوبي ديشان سيمز. حسن دندش مرر للفهد، الفهد لمروان زياده كمان ما بينجح بالمحاوله، ريباوند لشان ثابت، فاست بريك سريعه جدا، باتريك معبود في ووكينج على باتريك. دندش اللي عم يشغل مركز صناعه الالعاب. روني فهد تسديدة ثلاثية ما بيسجل منها، محمد ابراهيم كمان على الريباوند. فريق الحكمة بالهجوم، رودريغ عائل ست دقايق ونص متبقي لنهاية المباراة، العائل بمرر لثابت، ثابت ما بينجح بالمحاولة امام بلوك شوت من روي سماحة، وفريق المتحد من جديد هو بالهجوم.
روي تحت السلة بإصرار كبير بيحصل على الفاول. سبع نقاط لروي سميحة ورح يكون عنده اثنين فري ثرو. طارق داغر على أرض الملعب بدلا من رودريك عائل، لاعب مواليد 1993. سبع نقاط خمسة ريباوندز لروي وبلوك شوت. بسجل المحاولة الأولى بنجاح نقطة الثامنة. كمان بسجل 2-2 على الفري ثرو لاين. تسع نقاط لروي سميحة. محمد إبراهيم للثابت. طارق داغر. باتريك معبود من المسافة المتوسطة. صراع تحت السلة بيحسبه فيليب ثابت. وطارق داغر بسدد على الأرك من دون ما ينجح. حسن دندش كمان ما بينجح بالمحاولة، لكن العكاري بعيد البوزيشن لصالح فريقه. إلي رستم بهالوقت عم يتصدر التصويت على ريبوك بير اوف ذا جيم بنسبة 50%. إذا تقدم إلي رستم بالتصويت لهلا على ريبوك بير اوف ذا جيم. شار ثابت كمان على الريباوند الدفاعي. محمد إبراهيم. شارل من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. روي سميحة الريباوند السادس له بالجيم. دندش روي يعمل موف تحت السلة وبسجل نقطة ال 11. تاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بصفوف فريق المتحد. محمد إبراهيم من المسافة المتوسطة ما بينجح كمان بالتسجيل. طارق داغر بيعمل ريباوند هجومي لفريقه وبيخسر الكرة أمام روني فهد. يعني هلا إلي رستم متصدر بريباوند بلاير أوف ذا جيم وهو متصدر بالإكس إكس إل ليبانيز بس سكورر. محمد إبراهيم لشارل. طارق داغر تحت السلة في خطأ لصالح فيليب. برنار صديبة كمان على أرض الملعب من جهة فريق الحكمة. بوقت فيليب تيبت رح يكون عنده اثنين فري ثرو نقطتين ثلاثة ريباوند. المحاولة الأولى بضيعها فيليب. بسجل الثانية واحدة من اثنين. بصير رصيده ثلاث نقاط بالمباراة. دقائق الأربعة الأخيرة من المباراة الثالثة بالسيريز اللي عم تجمع نادي المتحد وفريق الحكمة. الدندش مروان زيادة بينجح بالمحاولة. أولى نقاطه للزيادة بالجيم. طارق داغر لفيليب كمان. ما زال إلي رستم الأفضل بالتسجيل بال 18 نقطة لهلا. مقطوعة من روني فهد. الفهد بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة وشارل ثابت على الريباوند. عدد كبير من الريباوند اليوم لشارل. محمد إبراهيم
توصل لبرنار صليبا يلي بيسدد عن الارك وبيسجل كمان. ثلاثية جديدة تضاف لفريق الحكمي، هيدي الثلاثية الثالثة على كل الأحوال لبرنار صليبا ببطولة لبنان بهالموسم، صار عنده 3 من 13 عن ارك 3 بوينتس بالبطولة. هيدي عاشر مباراة بخوضها بهالموسم. روي سماحة تحت السلة، خطأ لصالح روي، الخطأ من فيليب. الرمية الحرة الأولى بسجلها روي، 12 نقطة لروي بهالجيم. ما بينجح بالمحاولة الثانية وريباوند دفاعي جديد لصالح شارل تابت. ما زال ايدي رستم بالمقدمة بالتصويت على ريبوك بير اوف ذا جيم، 49% لهلا حصل على نسبة التصويت من المشاهدين يلي حبوا يصوتوا على ريبوك بير اوف ذا جيم بويب سايت، على ويب سايت ال بي سي. وطارق داغر كمان عم بسجل على الارك اليوم، يعني ثلاثيات فريق الحكمة بالفعل ناجحة جدا، وهيدي الثري بوينتس الرابعة لطارق داغر بهالموسم، 17 ثري بوينتس لفريق الحكمة بهالمباراة، 51 نقطة من 85 مسجلينهم عن ارك الثري بوينتس. الدندش على زيح الرميات الحرة، 4 نقاط برصيده، هيدي نقطته الخامسة، 5 نقاط و4 ريباوند. والنقطة السادسة للدندش، دقيقتين متبقية لنهاية الجيم. الحكمة عم يقترب من التقدم 2-1 بالسيريز اللي عم تجمعه مع نادي المتحد. طارق داغر، طارق بسدد من نقطتين وبسجل نقطته الخامسة. خمس نقاط إذن لطارق داغر بوقت روي سماحة بيمرر للعكاري يلي بسدد على الارك وبسجل. العكاري نقطة الثامنة والثانية ثلاثية لإله بهالجيم. على كل الأحوال العكاري يعني قبل هالمباراة عنده 47 ثلاثية بالبطولة، هيدي ثلاثيته 49. شارل تابت كمان تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها، روي سماحة على الريباوند. الدقيقة تقريبا متبقية لنهاية المباراة، روي بيخسر الكرة والبوزيشن بترجع لصالح صاحب الأرض. فيليب بحاول كمان بدوره على الأرك ما بينجح، الفهد ممكن يسدد، هذا الشيء اللي عم يعمله روني فهد وبسجل نقطه التاسعة، الثانية للفهد بهالجيم عن الأرك. الفريق بيزل ل 29 نقطة، 50 ثانية متبقية لنهاية الجيم. طارق محاولة ثلاثية من طارق داغر ما بينجح فيها، البوزيشن بتروح لصالح نادي المتحد. سبعة وثمانين 58 نص دقيقة إذن مشاهدينا متبقي لنهاية المباراة، ومتبقي لتقدم نادي، لتأكيد تقدم نادي الحكمة 2-1 بالسيريز. ما بينجح بالمحاولة، العكاري مقطوعة كمان من روري فهد، توصل لشارل تابت، شارل تابت لمحمد إبراهيم، المدرب فؤاد أبو شقرة بيطلب محمد إبراهيم يلعبها فير بلاي، والمباراة عم تنتهي بنتيجة 87-58 فوز لنادي الحكمة على فريق المتحد يلي بيتقدم 2-1 بالسلسلة على النصف النهائي يلي عم تجمعه مع نادي المتحد طرابلس. واكيد ما رح نتأخر اعزائي المشاهدين لنشوف نحن وياكم ريبوك بلاير اوف ذا جيم.
اذا ريبوك مان اوف ذا جيم اخترتوه انتم اعزائي المشاهدين هو الي رستم يلي كمان كان بنفس الوقت افضل مسجل الي. الجمهور اختارك اللاعب الافضل ريبوك مان اوف ذا جيم، وبرايك بهالجيم كان يعني عندكم ادفانتج كبير بغياب الثنائي الامريكي بصفوف نادي المتحد. اول شيء بدي اشكر الجمهور اللي صوت لي واللي على طول عم بيساندني. اكيد نحن كان عندنا افانتاج، بس كمان الكوتش عم بجرب انه لما يطلع الفرق نلعب بالتشكيلة اللبنانية. انا بدي انه نحن متاسفين كلنا للي صار مع المتحد وقصة الاجانب، وان شاء الله تنحل القصص بطرابلس، بس يعني صارت قصص ما فينا نعمل شيء. كيف بتشوف المباراة الرابعة؟ رح تكون كمان سهلة بنفس الطريقة خارج ارضكم؟ لا، لانه ما رح تكون سهلة، والمتحد فريق عنيد وفرجة باخر جيم، انه حتى بلا اجانب كان عنده يعني عنده برايد ولعب حتى بطريقة احسن بالجيم 2 100% بالجيم 2، فهيدا الشيء نحن بدنا ناخده بعين الاعتبار، واكيد رح نروح محترمينه كل الاحترام لفريقنا. فريق المتحد فريق كثير كبير وخصوصا على ارضه. بدي اشكرك الي. كمان الي رستم رح يكون هو الاكس اكس ال ليبانيز بيست سكورر. ليبانيز سكورر اوف ذا جيم باورد باي اكس اكس ال انرجي درينك. اذا 18 نقطة لإلي رستم افضل مسجل لبناني بالمباراة، وهو الاكس اكس ال ليبانيز بيست سكورر بهالمباراة يلي عم تنتهي بفوز فريق الحكمة بنتيجة 87-58. عم تقدم 2-1 بالسيريز. السيريز الثاني رح تكون حماسية بامتياز، ونهار الخميس رح يكون احنا وياكم بنقل مباشرة ابتداء من الساعة 5 من قاعة صعب سليم بالمنارة الشانفيل والرياضي بالمواجهة القوية جدا يوم الخميس. فهلا لوقتها مشاهدينا بدي اشكركم، اشكر حسن المتابعة، بدي اودعكم الى اللقاء.